أهلا من جديد في الجزء الأخير من هذه الحلقة من موعد مع البرلمان، ونحن على بعد أيام 17 و18 الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية المصرية ليكتمل نصاب المؤسسات المصرية الدستورية والقانونية والتشريعية، وكده نبقى وفينا بخطوات خريطة المستقبل التي وضعت في 3 يوليو في أعقاب ثورة الشعب على نظام الإخوان المسلمين اللي دمر مصر في سنة. عندنا النهاردة موضوعنا بنتكلم عن المال السياسي وتأثيره على القرار، وطبعا أنا بجدد الترحاب بالأستاذ عماد وبالأستاذ وبالدكتور ولاء، وبسألك بوضوح في المنظمة عندكم في هذه المبادرة الموجودة أصوات، يعني أصواتنا في مواجهة أموالكم، آلياتكم ايه؟ من الاخر اذا احنا بنقول اللجنه العليا للانتخابات اللي هي ما يعني عندها القوه القانونيه تمام في ايديها والضبطيه القضائيه واشياء كثيره طبعا تندرج تحتها، عندها حضرتك ايه اللي في ايدك؟ ايه الاليات؟ تمام طيب خلينا بس في الاليات، ما بسفهش لا انا بس بقول ايه طبعا عايز احط قدام الناس حق المجتمع ايه الموجود. طيب خلينا بس نعترف انه فيما يتعلق بمساله مراقبه التمويل والانفاق الانتخابي احنا ما عندناش تراث في مصر زي دولة زي تونس زي دولة زي لبنان عندها تراث جيد، عندنا تراث رائع في مراقبة مرحلة الاقتراع والفرز، وده حق انتزعته منظمات المجتمع المدني من 2005 بعد معركة قانونية كبيرة. بس دي التالية، دي مش السابقة، يعني نعم. دي اللاحقة مش السابقة، اللي هو بعد التصويت. بالظبط، انا بقول لحضرتك ان احنا عندنا تراث وخبرات جيدة في ده كمجتمع تمام. مدني مصري، لكن كمجتمع مدني مصري كمان احنا ليس لدينا اي تراث في هذه الجزئية بالتحديد زي دول تانية. احنا كمنظمة طرحنا المبادرة دي علشان تكون لبنة اولى في بناء هذا التراث ده اولا، وعلشان وده الهدف الاهم ان احنا نطلع في النهاية بتوصيات عملية وبمجموعة ادوات قابلة للتطبيق يقدر منظمات المجتمع المدني تستخدمها في التوسع بعد كده. عشان كده طبقنا المبادرة على نطاق ضيق، على نطاق 5 دوائر على سبيل الحصر. الاليات اللي بنستعمد عليها كالتالي، اولا الرصد الميداني. قولي بس ايه هي الخمس دوائر؟ الخمس دوائر هي دايرة شرق في بورسعيد، ودايرة محرم بيك في اسكندرية، دايرة المعادي في القاهرة، دايرة بندر الفيوم في الفيوم، ودايرة المنصورة في الدقهلية. المنصورة اول خالص في الفيوم بندر. احنا ما بنتعاملش مع الفيوم ما فايت احنا بنروح صعيد يعني شمال الصعيد. شمال الصعيد اوكي. الـ الـ الاليات اللي بنعتمد عليها كالتالي، اولا احنا يعني بمجهود من الباحثين والخبراء المتعاملين مع المؤسسة طورنا استمارة تعد الاولى من نوعها. الاستمارة دي بتسمح بتدوين كافة المعلومات المتعلقة بكل اشكال الدعاية الانتخابية للمرشح، بحصر كافة الدعم اللي قدم ليه، الدعم العيني تحديدا كمان من اطراف اخرى غيره من اشخاص تانيين، بتسمح باخذ رأي اصحاب المصلحة المختلفين داخل الدائرة في الاعتبار، الناخبين، منظمات العمل الاهلي، الصحفيين المحليين، والاهم كمان انها بتسمح باخذ رأي المرشح وحملته الانتخابية في الاعتبار، بمعنى ان انا بفترض في المرشح كمان حسن النية، في جزء في الاستمارة خاص به، هو اللي هيملى، هو اللي هيقول لي انا فتحت حساب البنكي فين، هو اللي هيقول لي الحساب البنكي فيه كام، هو اللي هيقول لي عندي دفاتر ولا لا النية. طبعا ورفضه للاجابة، رفضه للاجابة بالنسبة لي اجابة، دي المصيادة او ماله اجابة. يعني انا بتكلم على 3 محاور اساسية، اولا محور الشفافية في التمويل الانتخابي، ان هو الشفافية في التمويل والانفاق، ان هو عنده القدرة وعنده الرغبة انه يفصح عن مصادر تمويل حملته الانتخابية وصرفها في ايه ليا كناخب كصاحب مصلحة على الاقل. والجزء الثاني هو قانونية مصادر التمويل، والجزء الثالث هو قانونية بنود الانفاق. الاداة اللي احنا طورناها بتسمح بان احنا ناخد كل ده في الاعتبار. شكلنا لجنة في كل دائرة من الدوائر، اللجنة فيها 3 عناصر اساسية. العنصر الاول هو عنصر مالي، واحد من المحاسبين الملمين بالامور الماليه والمحاسبيه. العنصر الثاني عنصر يعني اخصائي في الدعايه والاعلان وعنده قدره على تقدير تكلفه الدعايه والاعلان. والعنصر الثالث هو ناشط مجتمعي من الدائره الانتخابيه عنده قدره على قراءه الواقع السياسي والمجتمعي داخل الدائره. وبيعاون هذه اللجنه مجموعه كبيره من جميع البيانات، كل شخص او 2 منهم مخصص لمرشح معين بيتابع ويرصد كل المعلومات المتعلقه بدعايته الانتخابيه. ازاي اقول
طب الاهل كده ده اللي بتقوله له بقى الزقله بتروح للجنه، اللجنه مهمتها ان هي تفرغ كل ده في الاداه المستخدمه وتطلع بتقدير للتمويل والانفاق الانتخابي، وتطلع كمان ب يعني رصد وتوثيق للمخالفات اللي بتخالف القانون. المتابعين الميدانيين تم تأهيلهم بشكل كويس، وهم يعني كتير منهم اشتغل قبل كده في الانتخابات ومش بيعمل حاجة جديدة. أعضاء اللجان هم اللي كانوا تركيبة جديدة على العملية الانتخابية. من نتكلم عشان فيه أسف عمد نطولت عليك. تمويل المنظمة المبادرة ممولة تمويلا تطوعيا سيعلن عنه بالكامل بمجرد انتهاء العملية الانتخابية. مصادر تمويلها من تبرعات، سيعلن عن أسماء الأشخاص المتبرعين وقيمة التبرع وفيما أنفق. لأني دي العادة إن أنا دايما بعلن بعد النشاط مش قبله. المؤسسة مشهرة، وبالتالي يحق لكل الجهات الرقابية من وزارة التضامن الاجتماعي إلى الجهاز المركزي المحاسبات. وجزء من الشفافية بقى إنه طبعاً. مش دلوقتي إيه الاعتبار؟ لا ودلوقتي ممكن يعلن يعني، بس هي الفكرة إنه المبادرة لسه بتنفذ، وبالتالي لسه في بنود إنفاق جاية. فمجرد ما تخلص المبادرة سيعلن عن المبادرة دي كلفت كام، اتصرفت الفلوس دي في ايه، وجات من اي مصدر. بطلب من زميلتي هدى انها تتابع مع تتابع هدى ولا. هدى انا عارف انها هتتابع عشان ايه. ان شاء الله نقول ده ونشوف مصدره. استاذ عماد بوضوح شديد، لما نقول نص مليون جنيه للمرشح الفردي احنا بنحط راسنا في الرمل زي طبعا. النعم بنكذب على نفسنا، مفيش حد بيصرف المبالغ دي صح؟ طبعا طبعا. النهارده يافطه الواحده بكام؟ النهارده الطباعه الالف بوستر بكام؟ انت طبعا عارف الطباعة بتكلف قد ايه، والجرايد ارتفعت طباعتها عليكم كتير صحيح. احنا النهاردة اللجنة والمشرعين حاطين في دماغهم الكلام ده ولا؟ بس للأسف حرب الإعلانات الصحفية في سوق الصحافة المصري خلى الإعلانات سعرها ينزل، وده في صالح المرشحين، ولذلك بندعوهم إنهم يعلنوا أكتر في الصحافة المصرية وفي التلفزيونات أيضا. طيب في طرق طبيعية يعني. طيب في مشكلة حقيقية إنه كنت أتمنى إن يبقى فيه تجربة عملية، إن اللجنة العليا للانتخابات قبل أن تحدث هذا المبلغ تنزل بطريقة طبيعية وتقدر على أرض الواقع وتوصل لمبلغ. يعني لو سألت أي وسيلة إعلانية أو التلفزيونات والصحف فعلا وأصحاب لو أنت عايز تعمل الإعلانات اللي في الشوارع بكام؟ لو أنت عملت إعلانين ثلاثة في التلفزيون هذه بضاعوا أو أقل يمكن، يعني مش هتكمل إعلانين ثلاثة ناهيك عن فالقصة إن أنت قلت إن الأسعار انخفضت في الجرايد، معرفش التلفزيون إيه الوضع. هلوم هلوم. فدي نقطة أنا أتفق معك تماما فيها، بس أنا برضو عايز ألفت نظر لحاجة بإضافة إلى الأشكال التقليدية للمال السياسي والبتاع. في حاجتين أرجو إن الناس تاخد بالها منها، ومنهم الدولة والحكومة والأجهزة والمجتمع. الجمعيات الخيرية، الجمعيات الخيرية لم يتم ساعة ما أنا أخذت قرار، ومن وجهة نظر ان من افضل القرارات اللي خدتها الحكومة المصرية هي ضرب البنية التحتية للجمعيات الخيرية للحركات المتطرفة، لان ما ينفعش، لان دي كانت دولة موازية. بس وانت هذه الشبكات كانت بتعمل اعمال خيرية بغض النظر عن نواياها السياسية كتيرة جدا، وانت بتقضي عليها كان لازم تعمل شبكات موازية للدولة وللحكومة وحاجات رسمية معلنة مدنية عشان. بس يا عماد انا راجع لك الوضوح والامانة والصراحة من بعد التطبيقات الأخيرة لقصص التموين، أنا بسمع قصص من ناس في عمق الصعيد وفي عمق الدلتا بيقولوا إنه فعلا المنظومة الجديدة حسنت وضعه، بقوا يشوفوا حاجات ما كانوش بيشوفوها. أنا معجب جدا بحاجتين ببرنامجين، لكن أنا بس أقصد أقول ده مظهر مثلا. لا أنا أقول لك بس الفكرة، في برامج عملتها الدولة زي تكافل وكرامة بتقعد وزارة التضامن الاجتماعي في منتهى الأهمية، لكن أنا بتكلم على في جمعية كانوا عاملينها الإخوان أو السلفيين كانت بتعمل غسيل أو مستشفى بتعمل غسيل كلوي 100 واحد أو 200 واحد. أنا لابد إن الدولة توصل لدول، ليه؟ لأن النوعية دي اللي اتحرمت من هذا الخدمة. ما هو اتحط إيدنا على المستوصف بأجهزته وتدير وزارة الصحة يا جماعة. للأسف الشديد في جزء مش فاعل لدلوقتي، لازم أنت كدولة توصل لده. نمرة اتنين، في حاجة أخطر ما يكون، احنا بنتكلم على شراء، محاولة التأثير في شراء الناخب أثناء عملية التصويت أو قبل عملية التصويت، الطريق إلى البرلمان. ده افرض نظريا أنت عملت كل ده، بس في حاجة خطيرة ما خدناش بالنا منها، إنه في أحزاب أو رجال أعمال بيتفاوضوا مع ناس هينجحوا، ساعة ما تنجح أنا هشتريك. يعني إيه هشتريك؟ هقول لحضرتك. عارف حضرتك؟ هعمل لك إيه؟ هتستفيد مني إيه عشان تصوت لي؟ عشان انا فاهم انه دي قضيه كانت موجوده في البرلمان. هقول لك هتعمل ازاي المال لقاء طرح الاسئله لما محمد الفايد خد مجموعه من النواب فيه فدفع لهم فلوس علشان يسالوا اسئله عن ثروه منافسه. صحيح. لا انا بتكلم على حاجه، انا دلوقتي تعرف حضرتك برضو عشان نبقى واقعيين، الاحزاب المصريه غالبيه الاحزاب المصريه مش كلها كانت بتروح وما زالت بتروح تتفاوض مع مجموعه من بقايا الحزب الوطني عشان يضموهم، وكلهم انا اعرف ناس كان
ثلاث احذاف في يوم واحد بيفوضوه انا هدفع لك كام عشان تجي على قيمتي. وهنا بيقتل فكرة انه ما فيش حاجة اسمها برامج ولا اختلافات ولا الكلام ده كله. لكن التطور الابرز ان انت بعد ما هتفوز يا سيدي انت مستقل هتبقى تحت اليافطة بتلعب في الفريق بتاعك زي الاهلي والزمالك كده ما بيتخانقوا على لاعب يضموه. في احزاب كبيرة كبيرة جدا وتتنافس على بقايا ناس في الحزب لان ما عندهاش كوادر او ما انشغلتش تعمل كوادر. ازاي انا اقدر اعمل ده؟ ازاي اقدر اخد بالي من ده؟ ده انا شايف انه شيء في منتهى الخطوره في الفتره الجايه. من المؤكد ان هي دي كلمه اخيره قبل ان نختم هذه. كلمه من هنا وكلمه من هنا. اتفضل استاذ. كلمه من هنا. اللجنه مطالبه طبعا انا بتضامن مع الاستاذ عماد في انه الواقع المجتمعي سابق للنص القانوني للاسف يعني، لكن علينا ان نبدا ونبدا الان، مش منتظر ان احنا ننتقل من التعتيم الكامل للشفافيه الكامله في التمويل والانفاق الانتخابي، لكن يعني علينا ناخد خطوات. بالضبط. طيب. على المرء ان يسعى وليس عليه ادراك النجاح. مهم جدا. انا بحيي مثل هذه المبادرات. يا ريت لو في وعي حقيقي مجتمعي. مبادرات كتيره جدا وانا متفق معك، لابد ان زي ما احنا بنطالبهم بشفافيه لازم هذه المبادرات تكون شفافه جدا وواعيه جدا وشغاله جدا. عشان انا رايي الشخصي انه جزء من 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 الذين افسدوا الحياه السياسيه جمعيات الخدمه المدنيه اللي هي مفروض تكون عامل مساعد للاسف الشديد، وده ادى الحكومه فرصه ان هي تصبغها جميعها او معظمها بان هي بتتلقى تمويل من الخارج. الطريق طويل جدا وشاق. بالمناسبه في التمويل من الخارج اذا كان تحت اعين الحكومه ورايح في او كل التمويل يبقى شرعي. ما انا عارف يبقى شرعي. الحكومه بتاخد تمويل من الخارج بس تبقى الامور شفافه وواضحه. نبدا علينا ان نبدا الطريق حتى لو كان طويل. يا رب ان شاء الله. تاني برجع واقول شكرا للدكتور ولا جد وشكرا للاستاذ عماد الدين حسين. في ختام هذه الحلقه انا بكرر اللي بقوله كل اسبوع يوم الثلاث من كل اسبوع، ارجوك والله دي مش انتخابات بتاعت واحد هيعين لك ابنك، دي انتخابات بتاعت واحد هيعين مستقبلك. هيحط القوانين ويراقب على الاداء الحكومي اللي هيضمن ان ابنك يلاقي فرصه عمل حقيقيه من غير ما حضرتك تروح لهذا النائب ولا تتذلله ولا تتذلل اللي بعده ولا غيره ولا غيره ولا غيره. شرحه في التعليم، شرحه في الصحه، بدل ما يجيب لك قرار لاجئ على رقبه ثقه الدوله ما يطلع لك قانون التأمين الصحي من أدراج مجلس الشعب. يا سيدي أرجوك دور على إنك تتعلم الصيد لو سمحت، واختار الاختيار الصح وما تستناش السمكة.